الواحد زهقان طول النهار بتمرجح المرجح، عايزه اتفرج على حاجه. اتفرج على ايه؟ افلام وشوفنا مسلسلات وفرجنا اغاني وسمعنا، يبقى اتفرج على الكرتون. ايه ده؟ بس انا على فكره عيالي وبقى كبار قوي، يعني العيال دخلت الجامعه وانا هتفرج على الكرتون؟ حتى عيب ما يصحش. لا بس انا هتفرج على الكرتون، بيقولوا فيه حاجات حلوه كده. اوبا، ايه ده يا خربي؟ يا ليلة سودة. جهزوا يا شباب، عندنا طلعة جديدة. انا شيماء السباعي وده برنامجكم اند اوف تيكس، وحلقتنا النهاردة عن الكرتون. كلنا بنفتح التلفزيون طول اليوم ونسيب الكرتون لاولادنا يتفرجوا عليه، نقعد بقى مش عارفه ايش يا قناه ايه وايش يا قناه ايه. ليه بقى؟ علشان انام شويه، عشان عندي عزومه فاقعد مع صاحباتي، علشان اكلم صاحبتي في التليفون، علشان مش فاضي عايزه بعمل اي حاجه في البيت. فخلاص احط الواد قدام التلفزيون يتفرج ايشي ساعه 2 3 4 5 10 ساعات، ما عنديش مشكله، اهو بيتفرج على الكرتون ونسيها خالص. هل حضرتك قعدتي وتابعتي ايه الكرتون اللي عمال يتنقل من حاجه لحاجه لحاجه؟ ايه المحتوى بتاعه؟ طب شفتي ايه الصور؟ ايه الناس؟ مين الشخصيات؟ بيتكلموا في ايه؟ هم بيصدروا ايه لاولادنا؟ الكرتون مهم في حياه اولادنا ليه؟ لان هو بيعلمه عادات وتقاليد، وبيوري الناس والعالم، وبيعلمه حروف واغاني وحاجات كتيره جدا. انا متفقه معاك ان الكرتون مهم لاولادنا، لكن ما تستهونيش بيه. مثلا مين فينا متفرجش على توم وجيري والمقالب اللي بتحصل ما بينهم، ومنموت من ضحك وراسه تطلع كده ويحصل ايه ومين ايه، ويخطف منه الجبنه ويجري ويدخل في الجحر بتاعه؟ مين فينا؟ كلنا اتفرجنا عليه. طب مثلا جينا احنا اتفرجنا زمان على كابتن ماجد، ده هو اللي حببنا في الكوره، ولاد وبنات احنا حبينا كابتن ماجد وحبينا الكوره من كابتن ماجد. طب وماسنجر؟ ماسنجر بقى الشهامه بقى وايه، وبيحارب الاشرار وبيروح يقتلهم وايه، وبنبقى قاعدين مبسوطين وايه الحق وقتل ده وايه وبنسقف. مين فينا؟ كلنا اتفرجنا على الحاجات دي. دي نماذج من صور بيتعرض ليها اولادنا كل يوم: عنف، بوس، احضان، قتل، سرقه، مثليه، كل الحاجات دي اولادنا بيشوفوها في الكرتون. سامعاك يا اللي قاعد هناك وانت بتقولي ايه ده، انت كبرتي الموضوع قوي كده، ده حته كرتون لا راح ولا جه. لا على فكره انت غلطان، ممكن يخليه في عزلة عن أهله اللي في البيت أو عن صحابه اللي في المدرسة من كتر العالم الخيالي اللي هو عايش فيه طول النهار. ده غير إنه هيبعده عن الثقافة اللي عايش فيها، ويخليه يعيش في ثقافة تانية خالص، لبلاد تانية خالص، لعالم تاني خالص. ده على كده كل أفلام الكرتون بشعة؟ لا طبعا، في كرتون حلو، في كرتون وحش، في كرتون هادف وفي كرتون لا. مش كل الأفلام بتكون معمولة للأطفال، في أفلام ممكن يشوفوها، في أفلام كرتون ما ينفعش يشوفوها. مين مثلا ممكن يختلف على بكار وعالم سمسم وبوجي وطمطم؟ كل الأعمال دي استهدفت الأطفال بشكل صحي وسليم، وأثرت في أجيال كتيرة جدا ولغاية دلوقتي لسه بتأثر عليهم. End of text. ما تسلموش أولادكم للتلفزيون يربيهم، لازم تكونوا رقباء عليهم في كل حاجة، كل كبيرة وكل صغيرة. أحسن حاجة تعملوها أن أنتوا تقللوا فترة الفرجة على الكرتون، وخليهم يكونوا صداقات وعلاقات أكتر مع أصدقاء ليهم وجيران ليهم، يشغلوا وقتهم بالرياضة وتعلموا حاجة مفيدة ليهم. وزي ما تعلمنا أنه العلم في الصغر كالنقش على الحجر، فخدوا بالكم من أولادكم. أشوفكم على خير وحلقة جديدة من برنامجكم End of Text. شيماء السبيعي.